استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة. وزيرة التنمية المستدامة أكدت على متانة العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين، ونتاجا للدعم والمساندة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. ونوهت وزيرة التنمية المستدامة بأهمية الاستمرار في تكثيف الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين المملكتين في جميع المجالات التنموية، ومن بينها استثمار قطاع الطاقة المتجددة ومضاعفة مصادرها باعتبارها من القطاعات الأهم التي تدعم تنامي جميع القطاعات الاقتصادية بما يسهم في رفض مسارات التنمية الحالية والمستقبلية، وذلك نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة. كما وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة المختلفة وسبل تعزيز التعاون والشراكة فيها، لا سيما مشاريع الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.